من أكتر التنسز اللي بتخوف الدكاترة يمكن تنس الباست بيرفكت. الحقيقة أنا بختلف النهارده في النقطة دي تماما. أنا لو في تنس هيخوف هو البريزنت بيرفكت سيمبل الحقيقة، ولكن الباست بيرفكت مفيهوش مشاكل، لأن أي حاجة مشروطة ليها شرط، ليها قاعدة، ليها يعني ليها ظرف ما بتحصلش إلا في وجوده، يكون سهل جدا جدا إن إحنا نوصلها، ومنه الباست بيرفكت. الباست بيرفكت ليه شرط واضح وصريح. انا امتى بستخدم باست بيرفكت؟ باست بيرفكت لو انا عندي تو اكشنز في الماضي عايز اوضح ان واحد فيهم حصل قبل التاني، بس انا مش بستخدم الباست بيرفكت الا بكده. عندي نقطتين في الماضي عايز اقول النقطه دي كانت قبل النقطه دي، او النقطه دي اقدم من النقطه دي. الباست بيرفكت منتشر في كل حته وشرحه موجود في كل حته، وقت لو خط الزمن ده كتير، واقول لك انه لو النهارده هي النجمه الحمراء والنجمه اللبني نقطه في الماضي، يبقى النجمه البيضاء اللي هي قبل نقطه في الماضي هي عباره عن الباست بيرفكت. الكلام ده كله موجود كتير، فانا مش عايز اضيع وقتكم في الفيديو ده واقول لكم حاجات انتم عارفينها بشكل كويس جدا. هنركز في تطبيق الباست بيرفكت عندنا في الرايتنج بتاع الاو تي. هنلاقي انه يمكن في اربع اماكن بنستخدم فيهم الباست بيرفكت في الاو تي. رقم واحد المثال قدامنا، بيقول لك مستر سيمور هاد اكسبيرينس بين ان هيز ليفت فوت وين هي بريزنتد ات ماي كلينك لاست ويك، او مستر سيمور اكسبيرينس بين ان هيز ليفت فوت وين هي بريزنتد ات ماي كلينك لاست ويك. مين من الجملتين دول صح؟ الجملتين صح، الاثنين صح، حسب انت عايز تقول ايه. ما دي الفكره يا دكاتره في التنسز اللي انتم ما بتبقوش عارفينها، ما فيش جمله صح في المطلق لوحدها، لا في كذا جمله صح. انا هفهم اللي انت عايز تقوله حسب التنس اللي انت تستخدمها، وحسب انت باني جملتك ازاي. يعني في المثال الاولاني انا افهم ان انت هتقول لي لما العيان presented كان experience pain قبل ما يجي لي، ابتدى experience pain قبل ما يجي لي، فانت وضحت لي ترتيب الاحداث experience الاول بعدين presented. لكن الجمله الثانيه مش غلط، مستر سيمور experience pain when he presented صح، ولكن معناها مختلف. لما هو presented هو experience pain، لما جالي وقعد معايا هي experience pain. نفس القصة في المثال الثاني، لما اقول لك مستر سيمور ريبورتد ذات هي هاد اكسبيرينس بين صح طبعا تماما، ويمكن اتكلمنا في فيديو ثاني عندنا في الشانل عن الريبورت سبيتش بالتفصيل، ولكن الريبورت سبيتش الجملة الثانية برضه صح، مستر سيمور ريبورتد ذات هي اكسبيرينس بين صح جدا، مش لازم باست بيرفكت. ولكن انت عايز تقول ايه؟ انت عايز تقول ان قبل ما يريبورت كان بي اكسبيرينس بين، يبقى اقول هاد اكسبيرينس. لو عايز تقول وهو بي ريبورت اكسبيرينس بين، ساعتها هستخدم الباست. نيجي المثال الثالث، لو قلت اون واخترت تاريخ يوم 25 مثلا، نفترض ده يوم في الماضي، تمام؟ الاثنين برضه صح، لو قلت اون 25 مستر سيمور هاد اكسبيرينس، يبقى لما جالي 25 كان هو بيكسبيرينس، يعني يوم 24 يوم 23 يوم 22 يوم ما جالي كان اكسبيرينس اصلا خلاص. لكن لما اقول اون 25 مستر سيمور اكسبيرينس فين، يبقى مستر سيمور يوم 25 اكسبيرينس فين، بس هو 25. انا ما اتكلمتش عن قبل كده ولا اتكلمت عن بعد كده، النقطه دي في الماضي حصل الاكشن ده، ودي فكره الباست سيمبل، لكن انت بتشاور على النقطه دي وتقول في النقطه دي حصل كذا. نيجي المثال الرابع اللي ممكن يكون اصعبهم بالنسبه لكم شويه، وين هي بريزنتد ا ويك ليتر. نفترض ان انا عندي زيارتين في الماضي، عندي زيارتين وانا ماشي كرونولوجيكال في الليتر، اتكلمت على الزياره الاولى وابتديت اتكلم على الزياره الثانيه، اقول لما العيان جالي حالته اتحسنت. لما اقول when he presented a week later his condition had improved، او when he presented a week later his condition improved، الاثنين يمشوا، ولكن الاولى معناها ايه؟ لما جالي بعدها باسبوع كان اتحسن خلاص، كان ابتدى يتحسن خلاص، هو جالي والاكشن بتاع الامبروفمنت كان ابتدى من قبل ما يجي لي. لكن في الجمله الثانيه when he presented a week later his condition improved، هو لما presented هو improved. فده الفرق ما بين الباست سيمبل والباست بيرفكت ببساطه جدا، وده تطبيق عملي يمكن تقريبا لكل الاماكن اللي ممكن تستخدم فيها الباست بيرفكت عندنا في الرايتنج. الباست بيرفكت الدكاتره كانت سهل جدا وتطبيقه سهل جدا، بس عايز نقرا كتير ونكتبه كتير ونغلط فيه كتير ونتعلم من غلطه.